قديش صارت الساعة جميل؟ 6:30 إلا 5. معناتها لسه في وقت. مش رايحة شي مشوار؟ لا. لك ليه عم تسألي على الساعة؟ اليوم صاحبي يا نصيب شو فيه؟ إذا كليني لكان احجز لي غرفة بالمستشفى. كان شو؟ خايف تربحي 3 ملايين وسيبك مثل ام محمود، يعني لا سمح الله تجيكي جلطة. لا اطمن حبيبي، أنا قلبي قوي تجاه الصدمات المفرحة مو مثل ام محمود. شو هاد اللي عم تدوبيه بالكاسة؟ لا بتعرف. جميل. شو رأيك أنت بالحكي اللي قاله الأستاذ سعدان؟ أنا حكي منهم، حكى كثير. يعني قال إنه أنت عم تحب وتعشق من وراي، شو رأيك؟ عيديه عيديه انه مشان الله عيدي سؤال. شبك جميل عم نسال سؤال ممنوع، شبك شو صار معك؟ مو ممنوع بالعكس، سؤال مسموح وحلو كثير، بس عيدي. عم بسالك يا حبيبي انه انت معقوله تكون عم تحب وتعشق من وراي؟ معقول جميل؟ يا انت شو رايك؟ انا من جهتي مأمنتك ومطمنه تجاهك، بس يعني كلام الاستاذ سعدان والجن الازرق خلاني بلش شك بصراحة. شك يا محمد، هالكلمة شو حلوة. عيني لي اياها. كملي. شبك جميل، شبك شو صار لك؟ شو كملي وما كملي؟ انا هذا عم بسألك سؤال، جاوبني انت. معقولة يا هنا تشكي فيه؟ الله يسامحك. هو يعني انا صحيح بلشت احكي واخذ واعطي مع النسوان ومفكت عقدتي، بس كله من باب طق الحنك والتسلاية. هو صحيح انا بلشت اتانق يعني وبخبخ بارفان على الفوته والطلعه، بس كله يعني من باب الاناقه. هو صحيح يعني انا بدلت سكرتيرتي البشعه بسكرتيره حلوه نغشه، بس هذا كله من ضروريات العمل. يعني هو صحيح انا احيانا بطلع قبل الدوام وبرجع متاخر بعد الدوام، بس كله شغل حبيبي شغل. معقوله تشكي فيي؟ هلا فيك تفهمني ليش كل هالديباجه؟ انا سالتك سؤال محدد، جاوبني عليه. يا حبيبتي هي الديباجة إجابة وافية مفصلة عن أسئلتك. ايه على كل الأقل منعرف كل شيء. إذا الجائزة الكبرى ربحتها أنا بيكون كلام الأستاذ سعدان مزبوط، وبتكون قصة ست الحسين اللي بتحبك وبتحبها كمان مزبوطة. ساعتها شو بتعملين؟ بس أربح بتشو. يا رب تربحي. يا نصيب رجعوا لشو؟ هذا انت هون شو بدك تسحب لي نصيب اذا ما بدك تحضري؟ عم احضره انا. شلون عم تحضري وانت قاعده ورا التلفزيون؟ انت ما دخلك ارجيله؟ جميل احكي لك كلمه. لفها ارجيله، اتركها تحضر التلفزيون انا رير، هيك جاي على بالها. بابا هلا عمرك شفت واحد بيقعد ورا التلفزيون بيحضر سحب لي نصيب؟ والله يا سليم عيش كثير بتشوف كثير. اسمع لالا اتركها بجوز تربح تشتري لك بسكليتي. يا رب تربح. يا رب تربح. ربحي. واحد. اثنين. البطاقة التي تحمل. ثلاثة. واحد. اثنين. ثلاثة. 1000 ليرة سورية وإلى جائزة النصف مليون ليرة سورية استعداد 1-2. واحد. اثنين. بابا شوف الماما عم تحزه، ليه بيصير لها شيء؟ لا بابا ما بيصير لها شيء ان شاء الله، المهم تربح. ربحي. شوف صار لها من اول السحب عم تحزه. شوف عيونها شلون بزوا. هلا بس تربح ان شاء الله ببطلوا يبزوا وما بقى تحزه. لا لسا حظي ما قرب. جميل ربحي. بابا الماما رجعت تحزة. معلش بابا قربنا نخلص. بس بقى يا جماعة خدوا محلي، قعدوا ارتاحوا. اجا دوري.
1084 تربح 3 ملايين ليرة سورية طبعا إذا كانت في دمشق. إذا صاحب الحق السعيد كان صاحب أمي دمشق، مبروك له ومبروك لكل الذين فازوا في سحب هذه الأسئلة، حظا أوفر نتمناه للجميع. بابا الحق الماما، خلص السحب للأستاذ عمك حزي. هنا هنا شو بكي؟ لك ليش اجتك الجبدة؟ على مهلك على مهلك على مهلك، تعي على مهلك على مهلك على مهلك، ريحي. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله ربحنا. يا قصدي ربحنا ولا ما ربحنا؟ المسكينة من الفرحة ما عاد عم تقدر تحكي. ربحنا 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 ربحنا، شكت 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 شكت، ربحنا 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 ربحنا. طارق ربحنا، تأمل انت البسكليتة. ماما صحيح ربحنا. هلا طيب انت اسمعي لقلي، ما ضروري تحكي، انت هزيني براسك لتحت ربحنا لفوق لا. يمكن متل متل هيك هلا البوم. محمود رد علي يا محمود، محمود ولا ما بدك ترد؟ ما سيبيل كان انجلطت انا، سيبيل كان. لا تردي لا تردي كاساندرا، خسروا نمرتين كاساندرا. قلبي 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 الشط البلاستيك، الطنجره، الشد الاصفر، الشد الاخضر، الشد البشمشي. كاساندرا كاساندرا يا كاساندرا، جميل وهناء الحقوني، جميل وهناء الحقوني، جميل وهناء الحقوني، جميل وهناء الحقوني، جميل وهناء الحقوني. وينه باب الصقع؟ باب الصقع وينه؟ وينه باب الصقع؟ ارجيني باب الصقع، وينه؟ ارجيني هذا الكرسي مو باب الصقع. يا هنا يا حبيبتي طولي بالك، هيك الدنيا ربح وخسارة. أصلاً حتى لو ربحناهن 3 ملايين مو حلال هدول. قوم جيب لك كاسة مي لأمك. بابا شبك واقف عم تتفرج علي؟ روح اتصل بالدكتور. جيب لك الدكتور. ايه مو على كيفك، روح اتصل بالدكتور زياد خليه يجي يوقف هالحزقة. ماشي شربها مي لأمك. خدي ماما اشربيها. ألو مرحبا، هون الشام، أعطيني حمص. بدي الدكتور زياد. جميل وهناء يا هنا هنا، تصحصلوا انتوا مو شاطرين الا بالصحصل، اوقات ما تجوا تساعدوني. ما جميل وهنا تعالوا ساعدوني، جميل وهنا تعالوا ساعدوني قلبي قلبي. خلص انا طولي بالك، الدكتور زياد قال لي جاي فورا، 5-6 ساعات بيكون هون ان شاء الله. بابا شو رايك نضرب بوكس على بطنه وتبطل تحزي؟ شو على بطنه ولا شو على بطنه؟ امبارح شفت فيلم وحدة عم تحزق مثل الماما. ايه ايه، قام اجا واحد ضرب بوكس على بطنها قام بطلت تحزق. إيه تضرب انت واخوك على الاقتراحات بعدين ولا انت امتى شفت الفيلم؟ اه بكره بفرجيك. لك بعد بدي جايزة رح اموت، تعوا الحقوني يا جيراني. هل جميل وهناء؟ جميل وهناء؟ انفخي انفخي. شو بدها تنفخ؟ تنفخ بطنها ساكرة امي. لا تواخذنا حكيم، ما تحكي علينا بحمص. ادي ادي هنا، هلا ان شاء الله ما عاد ترجع للحزقه. احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. الله يعطيك العافيه. قلت لك خلينا نضرب بوكس على بطنه، ما خليتني. بس ما قلت لي مين بده يقول له انفخي. يعطيك العافيه دكتور، تفضل شرف. لا تواخذنا على عزبناك وشبناك بالحمص. لا بسيطه ليك على حشيش حجر. عفوا دكتور، هي جارتنا مريضة بالقلب ومع جلطة، ومنيح عندك هون، خلينا نلاقي لها حل الله يرضى عليك. يعني بتقدر تفتح الباب؟ عندها حدا؟ لا ما عندها حدا. ايه ما بغير نكسر الباب. لا أنا ما بكسره. ليش؟ لا ما أنت أخي بعدين بشرح لك ليش، أنا ما بقدر أكسره. ما في حل. أي اس أو اس عم تستنجد، لازم نلاقي حل. يعني ما في حدا من الجيران بفوت وبيطلع لعندها ومعه مفتاح؟ لك يا عمي محمود ما بتعطي المفتاح لأبوها، أنت شو بفهمها؟ ما بغير نكسر الباب، بجوز ما جوا. رح تقول هل؟ شو بدها مساعدة؟ زي حالك لهلا. بعيني الله على اجر تصليحه. اولي اصبعتي اصبعتي. ولي كنا بشغله صرنا بتبتير، ارفعي الباب معي. لا اسحبي اصبعتك. او اصبعتي جار، او اصبعتي جار. اطمني اصبعك ما في شيء، يومين ثلاثه بتطيب. طبعا بيطيب. معقولة اصبع فزفز يلمس اصبع مجروح وما يطيب؟ بده يطيب. استاذ
فاتك متذكر؟ ولو ليش انت نسيتي؟ ما سمعت حتى اذا انت نسيتي انا ما بنسى، حدا بيشوف فسفس وبيسمع صوته بينسى شو الحكي، ما بينسى منوب. سمعتي جا يا ريت تقولي لجوزك يحل عني. طول بالك جميل، هلا مو وقتها، ام محمود مريضة. هلا هذا اللي طلع معي؟ لك الكل بقى لا تلحقوني لهون، انزلي انزلي. كملت لشوف هالسحر اللي عملته هنا شو طلع منه، ربحت ولا لا؟ ألو. ألو مرحبا حبيبي، أنت طارق ما هيك؟ كيفك حبيبي؟ أعطيني الماما. وين راحت؟ على المستشفى. خير؟ مين المريض؟ جارتنا أم محمود. ما بعرف، يمكن إجت جلطة تانية. البابا والماما راحوا معه. طولوا البابا والماما. هلأ بيجوا. جئت بدي أتعشى. افوت على المطبخ كول. شو بدي اكل؟ كول خبز حاف. بالله شو؟ يا اخي شو ما بدك تاكل كول؟ قوم اقلي البيض طين. ما بعرف. يا عيب الشو، شاب طوله وعرضه وما بيعرف يقلي بيض طين. اخي قوم فرجيني شطارتك وقليون انت. لا ما بقدر ما بقدر، ماما منعتني اقرب على الغاز بغيابها. اللي كان استناها لترجع. يا حبيبي على الشفشحة. شو لسه ما نمتوا؟ خليني جوعان بابا. لا تسبق قوي جوعان مو انا. مين قال بده يتعشى انا ولا انت؟ لفه انت وياه هلا بساويكم عشاء، بس لنروح سكر باب محمود. ما بطول انا بابا. شو لقطوا مجرم؟ أنا مجرم؟ لك شو أنا مجرم؟ المجرم اللي إجا لعند أم محمود وكسر الباب عليها وسرقها وقتلها. قتلها؟ إيه قتلها وحمل الجثة وأخذها معه. لك لا طمني، أم محمود ما انقتلت. لك وينها؟ بالمستشفى. خير شبها؟ جاها جلطة بعيدا عني. عقبالي نيالها. لك عم لك إجتها جلطة بتقولي لي عقبالي نيالها؟ طبعا، لأنه لو كم مليون تانيين ما كانت اجنا جلطة تانية. إذا هيك ما بعرف بجوزها. لك شو بجوز ما بجوز؟ أم محمود ما بتحب قلبها غير المصاري. الله يكون بعونها. طب والباب مين كسره؟ أنا. أنت؟ إيه أنا. طب وأم محمود دريت؟ إيه دريت. طب هلا هي بالمستشفى؟ نفس المستشفى اللي كانت فيها هذيك المرة. لك هلا أطلع غير أوعية وأخذ أبو تحسين وروح شق عليها، ولا إلا ما راح أخسر عليها ولا حق بقت ورد. حاكم جربناها وشفناها. أولي أنا ساعديني إذا بتريدي لأعطيها الإبرة. تكرم عينيك تكرم عينيك. يلا طولي بالك طولي بالك طولي بالك طولي بالك. يلا حبيبتي يلا يلا خلصنا. أولي طولي بالك أم محمود. بسيطة بسيطة دخلكم بسيطة بسيطة. يلا خلصنا شو هاد. يلا خلصنا فيها العافية. أولي شو إيدك عاسية. أولي بعرف محمود انه صعبه. خلاص طولي بالك. قولي لي هلا حبيبتي حاجه تحوصي. قولي لي انت ربحتي الجائزه؟ لك لا جائزه الطرديه ولا الجائزه الكبرى البطيخه. لا انا شو قلتي؟ قلت انه انت عملتي مثل ما قلت لك بالسحر. عملت بس ارتكبت غلطه. شو هي؟ بعدي همة شو دبي شو عوض. انا ما اعجن السحر بجار البلاستيك. إيه؟ عجنته بالطنجره. شو دبي دبي ما مشكلة معك. بس أنا طبقت حكي السعدان وأوامر الجن الأزرق بالحرف الواحد وما ربحت. معناتها شغلة هالجان والسحر يلي بيعملوه شغلة فاضي. أنا ثلاث شغلات ما زبط منها غير واحدة، وقت يلي عرف إنه جوزي أخذ المصاري من جزداني. طيب وشلون عرف هاي؟ وشلون قدر يشفي جوزي من عقدته؟ معناتها بيطلع بإيده. بس ليش ما خلاني أربح الجائزة؟ والله أنا ضعت وما عدت أعرف سد ولا ما سد. هنا عيونه